السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة هنتكلم حول التعليم والتفكير الإبداعي وتحديات العصر. ونلاحظ أن بداية هذا الفصل بنلاحظ قول جيمس سيربر، وهو أنه من الأفضل أن تعرف بعض الأسئلة بدلا عن أن تعرف كل الإجابات. يا له من سؤال ويا له من حكمة رائعة. أولا هنلاحظ أنه التعليم والإبداع، وهنلاحظ أنه مع بداية القرن 21 بيعيش العالم كله حركة تحول أساسية ومستمرة بتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع الثورة التكنولوجية الهائلة اللي بتفوق آثارها، ومع التقدم والتطور وكل ذلك هنلاحظ ان ده اصبح من المهم جدا التركيز على الاستفادة من الافراد والطاقات. صفة هؤلاء الافراد ثروة بشرية لا تقل اهمية عن الثروة الطبيعية، ولذلك هي بتعتبر الوسيلة الفعالة في تكوينها وتنميتها، والمواهب وما يتبعها من ابداع هي متطلبات رئيسية بيدور حولها الاهتمام باعتبارها السمة المميزة للتلامذة الواعيين. ودي نقطة مهمة جدا زي ما احنا اتكلمنا سابقا في فيديوهات في هذا الموضوع، وهو ان التعليم بيمثل نقطة اساسية في هذا الامر. ونلاحظ ان العناية بالمبدع دليل على العناية بمنابع الابداع لدى الامة، والتركيز على اظهار الطاقات البشرية الهائلة، لان المبدعين عند الطفولة بيتميزوا بالكثير من المظاهر، فيجب ان يتم الاهتمام بهم جيدا. نلاحظ ان الصراع بين دول العالم الان حول توزيع المعرفة وامتلاكها واكتشافها، اصبحت الدول والبلدان المختلفة تقوم بسرقة المواهب الفردية، تقوم بسرقة المواهب البشرية، تقوم بسرق الأفكار، بتقوم بأخذ الأفراد من بلدانهم. أصبحت المؤسسات العالمية القادة فيها من الهند والصين وأمريكا وإيرلندا والإمارات ومصر، أصبحت إذن يبحثوا حول الكوادر، فمدام الكادر مؤهل وقوي ومناسب للوظيفة يتم أخذه واستثمار فيه بحيث يكون هو له الأفضلية فيحقق النجاح للمنظمة. ولذلك هنلاحظ أنه في إحدى التقارير جاء أن التعليم في الوطن العربي حاليا هو تعليم للماضي، لأنه لا يخدم الحاضر وبالقطع لا يمكن أن يستجيب لتحديات المستقبل. لاحظ إذن، لأنه طبعا ده بيعتمد على الحفظ والتلقين وكل المشاكل المرتبطة بتعليم في الوطن العربي، ولكن حان الآن الوقت أن احنا نتخلى عن هذه النظم القائمة على الحفظ والتلقين والتفكير النمطي، والعمل على التركيز على المهارات التخليق والإبداع وحل المشكلات والتفكير النقدي، نظرا لأنها بتفرق فرقا كبيرا في شخصية طلبة والنظام التعليمي ككل. لاحظ أن الإبداع عادة بالحداثة يتسم بالحداثة وإيجاد الارتباطات بين الأشياء التي قد تحدث في إطار عملية إبداعية أو منتج إبداعي أو من خلال شخصية مبدعة أو موقف مبتكر. ولاحظ أن التربية مسؤولة عن تنمية الإبداع والقدرة على التفاعل، خاصة مع مستقبل مجهول المعالم يضخ به الكثير جدا من الاضطرابات. ولاحظ أن التعليم مسؤول عن تنمية التفكير الإبداعي والقدرة على التفاعل مع المستقبل هذا، ولذلك يقوم الإبداع على بعض العوامل زي التعليم والخبرة والدافعية والخيال والذكاء والمرونة والشخصية، وبتؤثر العوامل دي كلها على الإبداع البشري. ولاحظ أن معظم الإبداع غير المتوقع قد قام نتيجة هذه الأمور. ألاحظ أن هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية اللي بتؤثر على الإبداع بشكل مختلف، نظرا لأن الإبداع بيعتمد في معظمه على عدة عوامل داخلية مثل النفس والجينات والدماغ والشخصية والقيم والمهارات المعرفية والعقل، وأخرى خارجية زي التعليم والعمل والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والدافعية الخارجية. ولازم نحن نعرف ان احنا العوامل الداخلية والخارجية بتؤثر في بعضها البعض بالإيجاب او السلب، لانها قد تعمل على دعم وتحسين العوامل الداخلية للإبداع وقد تؤدي الى نتائج عكسية. ولذلك نرى بوضوح ان العنصر الاساسي للإبداع البشري بيعطي الفرصة للفرد لاستخدام أداة التفكير والإحساس والنشاط بأكمله. كذلك ايضا بنرى ان هناك علاقة دينامية بين التعليم والإبداع، لان خلق وتشكيل شيء جديد بيرتبط بتعلم جديد، والتعلم بيتطلب شخص يظهر اهتمام ودافعية وجهد عقلي كبير. ونلاحظ ايضا ان جينسون بيرى ان الدماغ بيعمل في عدة مستويات في وقت واحد من الوعي، العمليات وعالم الالوان والحركات والمشاعر والاشكال والروائح والاصوات والاحاسيس وغيرها. كما ايضا هنلاحظ ان يتعلم الفرد باستمرار من خلال حالة الشعور والخيال. ونلاحظ ان جاردن اكد ان هناك معضلتين عن طبيعة التعليم في المدارس. رأى ان المعضلة الاولى ما الذي يجب ان يتم تدريسه، وما هو نوع المعرفة الملائمة للإبداع. نلاحظ ان ده من ضمن الاشياء التي تم طرحها كثيرا، لان التعليم بيتضمن كل من المهارات والرغبة، والمتعلم النشط بيقابل بثلاثة انواع من المعارف. نلاحظ انها يجب ان تتم، وهي المعرفة البيانية المرتبطة بماهية الشيء، بيتم استخدام السؤال ماذا، المعرفة الإجرائية والمعرفة اللي بتتعلق بالكيفية وبيتم استخدام السؤال كيف، المعرفة المشروع
مشروطة ويتم فيها استخدام لماذا اللي بتتعلق بالسبب والتعليل. لما المعضلة الثانية مرتبطة بالتعليم والتعلم وبيتساءل فيها جاردن عن كيفية التدريس. يعني احنا خلاص اتكلمنا ما يجب تدريسه، المعضلة الثانية كيفية التدريس، ده بيرتبط بطرق تعلم الطلاب وبيئة التعلم ووقت التعلم والتحفيز والقدرة على التعليم وفردية التعلم والمسؤولية تجاه التعلم والذكاءات المتعددة التي يجب احترامها. ولذلك بيرى ديفي ان الابداع بيتم في بيئة مناسبة بتتضمن المهارات والقدرات اللازمة لتحقيق الافكار والمفاهيم لاستكشاف وايجاد وصلات وروابط جديدة من الدوافع والسلوكيات اللي بتمكننا من الاستمرار في مهمة ما حتى تتحقق الافكار. ولذلك فالابداع بيحتاج لتشجيع وتوجيه وتدريب بلطف، كذلك بيحتاج لرغبة لتعلم، وقيمة التعلم بتعمل على تعزيز هذه الدافعية. هناك طرق لتنمية التفكير الابداعي في التعليم، لان المعلم المبدع يمكن ان يعوض او اي نقص او تقصير في النشاطات الدراسية. هنلاحظ لو في مدرس مبدع والمناهج اللي بيدرسها قائمة على البلادة، قائمة على التفكير البليد، التفكير القائم على الحفظ، فان المعلم المبدع بانشطته بافكاره بالامور التي يقوم بها داخل الفصل يستطيع ان ينقل النشاطات التدريسية والامكانيات لمستوى كبير، يمكن ان يساهم في العديد جدا من الامور. هنلاحظ ان هناك العديد من التدريس زي التدريس الابداعي اللي بيقوم على تشجيع استجابة التلاميذ التباعدية والمبتكرة وتوصلوا لعدد من العوامل اللي بأسفر بحثهم عنها، زي إدراك بعض الإمكانيات لدى التلاميذ التي لم تدرك من قبل، احترام حاجة الطفل للعمل بمفرده، نحن نحترم الطفل وبيشتغل من لا أنهره أسيبه يتحدث بحرية، العمل على تقليل الدور الرقابي لإتاحة الفرصة للاستجابة الإبداعية، أنا مش رقيب عليكم طول الوقت، أسيبهم يبتكروا ويبدعوا، توفير بيئة غير معاقبة، ودي نقطة مهمة أن المدرس يوفر بيئة غير معاقبة ولا يعاقب التلاميذ بتاعته ولا يضربهم ولا يقوم بأشياء مشينة مثل ذلك، تقبل عمل التلميذ في مجال تشجيعه على المحاولة في مجالات أخرى، لدي طالب لا يستطيع العمل في مجال معين أقوم بتجربته في مجال آخر ينطلق إلى أكثر من مجال هو يختاره، لأنه بيشجعه على العديد جدا من الأمور. كذلك أيضا احترام إمكانيات ذوي التحصيل المنخفض، ودي نقطة مهمة، نحن لو عندنا طالب لديه قدرة منخفضة في التعليم، قد يكون لديه قدرات كبيرة جدا في الفنون، قد لا يكون لديه قدرات كبيرة جدا في الأدب، قد يكون لديه قدرات كبيرة جدا في صناعات يدوية، يعني يجب علينا أن نحترم أن أصحاب التحصيل المنخفض لا يمكن أن يكونوا سب أو عار، قد يكون لديهم إبداعا في مناطق أخرى. ذلك أيضا وضع التلميذ غير المنتج في تفاعل مع طفل منتج ومبدع اللي ممكن يشجعه ويحترمه ويدخل من ضمن المنظومة، واستثمار الهوايات والميول الخاصة والتواصل بين التلميذ والمعلم، العمل على التخلص من الاختبارات التحصيلية، طبعا دي نقطة عليها الكثير جدا من الجدال، ولكن بعض الاختبارات يمكن أن احنا نستغني عنها لأنها بتفرض أن الهدف من التعلم هو فقط العمل على النجاح في الدرجات والنجاح في الاختبارات. لذلك الاهتمام بالمحتوى التدريسي حتى تتناسب مع الطلاب، والعمل على تغيير المحتوى التدريسي كل فترة زمنية بسيطة حتى يتماشى مع العصر، مع إعادة تصميم وتنظيم الوسائل والمواد التعليمية حيث تهيئ الفرص للعمليات الإبداعية. من المهم أيضا التدرج في السن، لأن الأساس اللي بيقوم عليه تعليم البرنامج المدرسي هو التدرج في السن، ولذلك يجب أن يتم تصنيف التلاميذ على أساس العمر، بيتم وضع بعض فروع المنهج لكل مستوى عمري حتى يناسب المستوى العقلي، ولذلك نقسم الطلبة إلى مستويات إعدادي ثانوي توجيهي جامعي وخلافه، لأن احنا بنراعي التطابق بين العمر العقلي والنجاح في المدرسة، فالفشل يؤدي إلى فقدان الثقة وعرقلة التفكير. ثانيا من ضمن الطرق تصنيف التلاميذ إلى مجموعات، من المهم جدا أن احنا يجب أن نقسم المعلمون التلاميذ لمجموعات أو فصول على أساس مستواهم في قدرة أو مهارة ما، والأسلوب ده بيطلق عليه مجموعات المتجانسة، أي تقسيم التلاميذ لمجموعات متجانسة، مما يتطلب عناية ودقة في التصنيف، والتقسيم ده بيجعلنا نلتفت لجانبين مهمين جدا، أن تجميع التلاميذ على أساس القدرة ينبغي أن يتضمن تجميعهم على أساس قدرة أو مهارة ما، لديهم قدرة مثلا في الفنون، لديهم قدرة عالية في الرياضيات، لديهم قدرة عالية في العلوم، نجمعهم على هذا الأساس، بينتج عن هذا التجميع موائمة وتطويع صادقة للتعليم ليلائم الفروق الفردية في عملية التعليم. كذلك هناك تقسيم آخر للتلاميذ على أساس القدرة، وبيقوم على مجموعات في فصول مختلفة، ولاحظ أنه تم دراسة هذا التقسيم والتصنيف للتلاميذ على يد روبرت وسالفن، وتوصل كل منهم إلى أن التقسيم التلاميذ على أساس مجموعات يمكن أن يكون فعالا إذا كان معدل التعليم ومستوى النصوص التعليمية مطابقا للمستوى الفعلي للتلاميذ في التحصيل ليس لمستواهم الصفي. كذلك أيضا تقسيم التلاميذ وتصنيفهم على أساس القدرة داخل الصف في الرياضيات أو في
الصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس قد حقق نتائج إيجابية معتدلة بالمقارنة بالتعليم في صفوف غير مجانية. كذلك أيضا هنلاحظ أنه ذوي التحصيل المنخفض كانوا أكثر استفادة من المجموعات الأخرى، ولقد كان تقسيم وتصنيف التلاميذ على مجموعات على أساس القدرة حقق نتائج إيجابية. طبعا الموضوع فيه الكثير جدا من الإشكاليات والكثير جدا من الآراء المختلفة، ولكن هو من ضمن الأشياء التي أثبتت نجاحها في الكثير من البلدان والتجارب. ثالثا اختبارات الذكاء والتوجيه، وهنلاحظ أن المدرس اللي بيرغب في استخدام نتائج اختبارات الذكاء تساعده على فهم كل تلميذ في الفصل، توفير الخبرات المدرسية المجدية، كما أن الاختبارات بتدل على ما يمكن أن نتوقعه من كل تلميذ، لأن هنلاحظ أن كل تلميذ قد يكون لديه قدرة معينة، فأنا لو عرفت أن هذا الطالب مستوى منخفض في الذكاء، مستوى منخفض في التحصيل، لا أتوقع ولا أرهقه بالكثير الذي لا يمكن أن ينتج عنه شيء. كذلك أيضا من ضمن الحاجات برامج الإسراء أو الإغناء التعليم، وبتعتمد على برامج لتدعيم المنهج، أي تقويم مناهج إضافية للمبدعين إلى جانب المناهج العادية، بحيث تنمي مواهب التلاميذ عن طريق التعمق في المادة، زيادة المعرفة بالمادة المتصلة جوهريا بالمنهج، توسع في المادة أي توسيع دائرة معرفة التلميذ بالمواد الأخرى التي لها علاقة بموضوعات المنهج، وكل ده بيحقق غذاء عقليا دسما للتلاميذ عن طريق الرحلات والزيارات والمشروعات الخاصة وبرامج القراءة الفردية الموجهة، كل ده يساهم في نهضة وزيادة المعرفة التعليمية. خامسا التسريع، وبيقصد به السماح للتلميذ بأن يدرس المواد الدراسية المخصصة لصف معين في فترة زمنية أقل من المعتاد، بهدف التسريع بالطفل المتفوق في إنهاء فترة التعليمية في أقل وقت ممكن. ده احنا شفناه كتير جدا في البلدان المتقدمة، يكون لدينا مثلا طالب شديد الذكاء، شديد التعلم، شديد القدرة على التحصيل السريع، ننقله قد يكون مستواه الحالي هو مستوى ثانوي وهو أصلا طفل في الابتدائية، فنسرع عملية التعليم نظرا لأن عقله مبدع، عقله عبقري، يمكن أن نستفيد منه بعملية التسريع. كذلك أيضا نظم تجميع المتفوقين، وهنلاحظ أنه تم إثارة الجدل حول أفضل هذه النظم تربويا وعلميا وفلسفيا، سواء من نظام المدارس الخاصة أم الصفوف الخاصة أم التجمعات في جامعات خاصة، وكل ده هنلاحظ أن أثبتت أن الجامعات المتجانسة بتساعد على تجنب الميول إلى الغرور عند المبدع، لأن المبدع لو أصبح منفرد لوحده هنلاحظ أنهم قد يصيبهم الغرور والأنا، يصبح لديهم الكثير جدا من المشاكل. لاحظ أن هناك العديد من الطرق لتجميع المبدعين، منها المدارس الخاصة بالموهوبين، ودي انطلقت فيها الدولة المصرية أو الدول العربية كثيرة، وهي تجميع المبدعين أو المتفوقين في مدرسة واحدة، وبيرى أصحاب هذا التوجه أن النظام ده بيساعد على إعداد برامج خاصة بهؤلاء، وبيتميز هذه المدارس بقلة عدد الأطفال في الفصول، تحت الفرصة للتجاوب بين التلاميذ على مستوى عقلي متقارب وعالي، فبيصبح هناك مستوى عقلي مرن وقوي في هذه المدارس، بتوفر الإخصائيين لمتابعة هؤلاء في شتى الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية، فإحنا نهتم بهؤلاء الطلاب اهتمام شديد نظرا لأنهم بذرة يمكن أن نبني عليها أشياء كثيرة. كذلك أيضا يدخل ضمن فكرة إنشاء تلك المدارس الخاصة بالمتفوقين اللي ذهبت إلى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، إن في بعض المدارس بتقبل مستويات الذكاء بحيث لا تقل نسبته مثلا عن 130، إلى جانب اختبارات تحصيلية شاقة وكبيرة نظرا لأنها بتشترط مستوى عالي من الذكاء، طبعا في كل له شؤونه. من ضمن أيضا الأشياء التي يمكن تقسيمها للموهوبين أو المبدعين صفوف الخاصة بالمتفوقين، وبتتبع فكرة من فتح فصول خاصة بالموهوبين، بقى مش هنقول مدارس، لا فصول، واختبار التلاميذ لتلك الفصول يقوم على الأساس نفسه اللي بيتم الاختيار به للتلاميذ الخاصة بالموهوبين، وبيجمع التلاميذ الموهوبين في الفصل للدروس اللي بتحتاج لمجهود ذهني ورعاية خاصة، لكننا احنا طبعا بننقلهم إلى الدروس العادية، دروس الرسم والموسيقى والألعاب الرياضية بالطلبة العاديين، ولكن نفصلهم عند لجوء لهذه الصفوف. هنلاحظ أن الصفوف دي بتحتوي على حرية للتفكير والتصرف، وبتسمح للطلبة بوضع الخطط والتشجيع على فهم الحقائق والمناقشة المنطقية، بدلا من نظام الحفظ عن قلب والتلقين. لذلك أيضا من ضمن مزايا هذا النظام أنه بيسمح للتلاميذ الممتازين بالسير في الدراسة بسرعتهم الخاصة اللي بتفوق بقية التلاميذ، وفي بعض الولايات المتحدة الأمريكية زي ولاية لوس أنجلوس في أمريكا بنلاحظ أن الفصول دي بتسمى بالفرص. لا شك أن مثل هذه البرامج الخاصة بتشبع كثيرا من حاجات المبدعين وميولهم، وبتسمح لكل فرد بأن يسير ويتقدم بسرعته الخاصة. نلاحظ كذلك الفصل الخاص المعدل، وبرى بعض المدارس أن أنجح وسيلة هي جمع هؤلاء المبدعين في مجموعات خاصة بهم بعيدا عن اليوم المدرسي، لأن يقضي الجانب الآخر من اليوم بين زملائه في الفصل، وبيختار تلاميذ هذه المجموعة الطريقة نفسها اللي بيختار
اختار طلاب الفصول الخاصة والمدارس الخاصة، هلاحظ ان ده تمتاز به الحرية في العمل واعداد البرامج والمشروعات في الفصول والقيام برحلات على نطاق واسع. ولاحظ هنا ان بيرنسيد لاحظ ان نتائج خبرة سنواته في مدرسة المتفوقين اظهرت ان تخصيص صف للمتفوقين بيؤدي الى تنمية الشخصية المتكاملة، كما انها بتكسب التلاميذ هدوءا وقوة وقدرة على تحمل المسؤولية. كما ذكر ان ابحاثه اللي اجراها اثبتت مزايا فصل المتفوقين عن العاديين بتفوق مساوئه التي قالها الكثير من الناس. هنلاحظ ان هناك العديد من المبادئ تستخدم في التدريب على الابداع، زي احترام خيالات الطفل، احترام اسئلة التلميذ، اظهار للتلاميذ ان افكارهم قيمة وليس بس يا ابني انت بتفكر كده ليه، انت بتعمل كده ليه، ما تفكرش غير اللي انا اقولك عليه تفكر فيه. يجب ان نحترم التلاميذ ونحترم هؤلاء الطلاب. كذلك ايضا السماح للتلاميذ بان يقوموا باداء بعض الاستجابات دون تهديد ودون خوف من العقاب، والربط للمحكم بين الاسباب والنتائج. اهم العوامل المعوقة للابداع هنلاحظ انها المبالغة في الاهتمام بالمجالات الاكاديمية، اقتصار التدريب على تركيز الانتباه مع استخدام العقل فقط كبؤرة وليس كنقطة انطلاق، عدم تقدير الانشغال بالانشطة الابتكارية في الفنون واعتبارها مضيعة للوقت، نظرا لان الفنون بتعمل كثيرا على تنمية الجانب العاطفي لدى الافراد والتلاميذ. كذلك ايضا من ضمن العوامل المعوقة المبالغة في التقويم والنقد والحكم على افكار التلاميذ والميل لعقاب التلاميذ الذين يظهرون المثالية والشجاعة. من ضمن العوامل المشجعة على الابداع التحرر من التوتر المفرط الناتج عن الفشل، التحرر من الضغوط اللي بترمى الى تبني التلميذ لموقف ثابت لا يتغير، والعمل على التحرر من القيود اللي بتفرض مقدما على الاهداف، والتحرر من قيود التقويم والاختبارات الشخصية والتحريرية. كذلك ايضا تشجيع الفضول والتحدي والمثابرة والخيال والمرونة والاعتقاد بان معظم الاخطاء قابلة للحل، مع القدرة على تحليق الاحكام والنقد. الاخطاء هنلاحظ انها بتؤدي الى تحسين، والمشكلة يمكن ان تكون ايضا حلا. كذلك المشكلات المقبولة ومثيرة للاهتمام يمكن ان تساعدنا على الحصول من حل. هنلاحظ اذا ان كل ده اثبت ان احنا يجب علينا ان ننتقل من جانب التلقين والحفظ الى جانب التفكير الابداعي داخل المؤسسات التعليمية، نظرا لانه في القرن 21 يجب على المربيين ان يقوموا بتنمية الابتكار والابداع. وملاحظة ان الابتكار والخلق والابداع التكنولوجي ليس قضية او هندسة او تكنيك بالدرجة الاولى، ولكنها قضية فكرية في الاساس وحالة عقلية mindset. ولذلك فالتعليم ونشر المعلومات وديمقراطية الادارة وحرية التعبير وابداء الرأي هي الظروف الصحية حتى تنطلق الافكار الابتكارية. كذلك هنلاحظ ان الخروج عن التقاليد والتحرر من قيود الزمان والمكان والمادة هي شروط موضوعية لإمكانية تحقيق الابتكار والابداع والوصول لنتائج غير مسبوقة. كذلك هنلاحظ ان التطوير التكنولوجي كمظهر للابتكار هو عملية تراكمية بتتم عبر الزمن وبتحتاج لاستثمار مالي وفكري وبشري كبير، ولذلك يجب ان الاستثمار في اعمال البحوث والتطوير يجب ان يكون شرط اساسي لإمكان احداث عمليات ابتكارية ذات معنى. انه الابتكار بيتوجه الى المستقبل ولا يعيش في اطار الحاضر الذي هو الماضي بالنسبة للمستقبل، وهو عملية جماعية بتتطلب التعاون والتضافر حتى ولو كانت بدايتها فردية، لان التنظيم كله يعيش في حالة ابتكار. بكده نكون انهينا هذا الجزء اللي بيتحدث حول علاقة التفكير الابداعي والمؤسسات التعليمية وكيفية تنميتها لدى التلاميذ والطلاب، وبكده ننتقل الى الفيديو القادم باذن الله تعالى، وهو اساليب تنمية التفكير الابداعي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسار يشرفني رد عليه سواء في التعليقات على موقع اليوتيوب او على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.